من حب ربه أحب عباده، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب عبد أمر ملائكته أن تنادي أن الله يحب فلان، وهذا الحب لا يأتي من فراغ. ولكن لما تيجي تتكلم على محمود الخطيب ما تتكلمش عليه كلاعب كورة بس، لا تتكلم على نقطة مهمة جدا احنا عندنا مشكلة فيها حاليا، هي الأخلاق. أخلاق محمود الخطيب يعني تغنيه وتكفيه عن نجومية كرة القدم. لما اتكلم عن كرة القدم اقول محمود الخطيب من الخمسة اللي صنعوا تاريخ الاهلي، يعني في خمس لعيبة على مدار تاريخ الاهلي لما ابدأها من التتش وابدأها من حسين حجاز ومر على الدزوي والفناجيلي ومر على صالح سليم ومر في نجوم كتير جدا في السكة، تيجي عند محمود الخطيب تروح عامل وقفة كده وتبص انه يعني جمهور كتير جدا ما كانش يعرف الكورة وحبها حبها من خلال اللي كان بيعمله في الكورة. ناس كتير جدا يعني محمود الخطيب ربنا اداله موهبه، الموهبه دي كانت سبب في ان هو اسعد وعمل حاله من السعاده موجوده مش عند جمهور الاهلي فقط، لا ده هو يحظى بشعبيه على مستوى القاعده في الجميع. اينما ذهب هذا الرجل فسبحان الله تجد دائما اينما حل تجد المعجبين تجد المحبين، دي ما بتجيش من فراغ، وهو اكيد حاسس بيها وعارفها انه نعمه ربنا عليه واللي اديها له حاجه كبيره جدا، مش اي حد ينالها، اي حد من يعني من النجوم سواء في الرياضه سواء في الادب سواء في الصحافه سواء في السياسه قليلين جدا اللي بيحظوا ب يعني حب وتلقى الناس محافظه عليهم. ورغم ما يعني ما مر به محمود الخطيب في الفتره الحاليه وتولى وتقلده يعني رئاسة النادي الأهلي، ورئاسة النادي الأهلي دي حاجة كبيرة جدا، يعني مش أي حد يصل إلى يعني هذا المستوى يعني يصل إلى هذا المنصب بسهولة، إنما يصل ووضعه على هذا المقعد هو جمهور الأهلي ومحبيه، واللي حصل أيام الانتخابات كان دليل على الكلام ده. فاللي أنا عايز أقوله لما تيجي تقف عند الخطيب ما توقفش برضه عند جانب موهبته الكروية، خش على الجانب الاخلاقي، خش على علاقته مع الناس، خش على حجم رغم كل التجريح والتطاول اللي بيتم الا انه ملتزم صبر. هذا رجل امتلك زمام نفسه، ومن يمتلك زمام نفسه وهو يعني قلما يخطئ. فانا اعتقد انه كابتن محمود الخطيب اتمنى له انه يعني اتمنى له الصحه، اتمنى له العافيه، ان ربنا ان شاء الله يمن عليه بالشفاء، وده اختبار من ربنا وده ابتلاء، والابتلاء واذا احب الله عبدا ابتلاه واذا ابتلاء واذا صبر اجتباه. دي درجات الانسان المؤمن اللي هو انه يتحمل، وانه التحمل ده بيكون عند الناس اللي هم مش اي حد على فكره برضه، انه يبقى قانع بالكلام ده. فمحمود الخطيب مشوار كبير وحكايه كبيره في الاهلي وحكايه كبيره في الكره المصريه، موهبه ربما ظلمت منها ما راحتش كاس عالم، موهبة ربما ظلمت ان هي يعني ما خدتش برضو حقها في وقت برضو الاعلام كان يعني جرنان اثنين ثلاثة بالكثير، ناس كثير يمكن ما شافتهوش، لكن دلوقتي مع اللي حصل ناس كثير بتتفرج بتحاول تستدعي ايه اهدافه ومبارياته القديمة يعني لا الخطيب عنوان كبير، وعنوان الاساسي بالنسبة لي هي الاخلاق.